ده يفتع كوبري اختي. ادي بس ما خلص ده اسمه لقاء في الترانش. واخد بالك؟ لقاء في الترانش ده المصرف بتاع الاستوديو. تعالى بس. ايوه عويم شغل مصارف قديم. شد يا عم. هات ايدك يا عم. معلش يا سيد المعلمين، هو الجاكيت معفن ويستاهل. باسم بص. ثبات انفعالي. نزل القفص. سيد المعلمين لازم نجيب له حاجه تليق بيه. ده بتاع قرود يا ابني. مين؟ لا اعوذ بالله. ايه ده؟ يا نهار السحت. بقول لك يا سيد المعلمين، دول مش خيل، دي نقرتهم والقبره يا سيد المعلمين. لو رفعت ايدك في وشها تبعد. بجد؟ انت واثق من الكلام ده؟ طب ما تنصحش سيد المعلمين، انصح نفسك. سيب سيد المعلمين متداري في القفص. امشي يلا امشي. امشي امشي يا عم. استنى. امشي يا مسؤول يا سيد المعلمين. امشي 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 امشي. قول بس سيد المعلمين بخير، الاجرام بخير يا رجاله. امشي امشي. امسك نفسك يا سيد المعلمين. سيبها ما تخافش. امسك نفسك يا بس سيد المعلمين. وجه كلمه لرامز جلال. انا اصطدمت فيك. سيد المعلمين بقول لك يا رامز، امرني. الانتقام طبق يؤكل باردا. الانتقام يؤكل باردا. يعني طبق. يتحط في الثلاجه الاول ولا يؤكل كده ولا ايه؟ نوت 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 يا ساعه، نوت يا ساعه.